شوف مساج الله ابونا 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 انت صاحب. سيدنا السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا البلوك جديد. حنا دابا في كازابلانكا غادي نحضروا واحد ليفينمون اللي هو ماروك ويب اوورد. هذا هو المهم انس الحدث ديال ماروك. خويا انس غيدوني الله يحفظك اخي الدري كنعرفو جينا ولا جينا على قبلك الله يحفظك. الصيف ماش كنعرف الدري دابا اول مره كنتلاقى به الله يحفظك. يجمعوا على انستغرام والفيسبوك. دونك كما كتشوفوا هذه مخلو دابا هاد البلاصه فين الضمين سميتها لي ستوديو دي زارفيو. يلا ندخلو. دونك سيدنا يلا دابا دابا ماروك نورس كما كتشوفوا هنا الدراري كيسترو وانا سكي بلوغي. امس سيدنا المهم دابا مازال ما بداش ليفينمون. هذا رشيد السلمي. هذا رشيد السلام عليكم ويلي كيف مرات على هاني ماشي مكان. هذا رشيد بودكاستور ما تنساوش تدخلوا عند الله شينا تقوى تحت في الديسكريبشن. وهذا انس انس معروف معروف اخويا هو تلقاو راسك ديالو ان شاء الله. دابا الناس بداو كيجيو فيديو الله يحفظك حبيبي. شكرا شوف عليك صبرنا ياك براشيديا برافو عليك. عندي عريق انا عريق عندي براشيديا الله يحفظك والله تجي ان شاء الله. انا فرحان الله يحفظك خويا شكرا بوغاز كان بوغاز ديالنا ما انا سكوزا سكوزا فيري خويا شوف مساج الله يكون ابونا انت صاحب ابونا انت صاحب ابونا انت صاحب. دونك سيدنا معنا شوقي السدوسي مشروع سعيد مصطفى. شوقي الله يصلحك. شوقي السدوسي الناس اللي عزيزين عليا تقريبا تقريبا ما عرفتش بالضبط شفتي البروف ديال لوري لوري كيشف سي بيتر واحد النهار نتا وانتي ولادي غديروا ان كونتوني سو كونتوني وغتبوزي باسكو يا كل مون كي بوزي دابا دو جوغ لون دو ماتش بالي تكونو اي لو جوغ تو واي تكونو خاص لي ريفليكس خاص لي ريفليكس يكونوا عندك سي خاصك شي صراس جوا لو ريلاسيونيل شي باغ اكزومبل جي بوزي ولا جي اون تي سوكسي نتا صحابي ما كنبقاش نصور تاع مون انتوراج و سا. دونك سيدنا كيما شفتو تلاقينا مع الدراري الدراري بزاف ودخلنا دابا واحد شويه لا طلاطوليه هذه
دونك سيدنا معنا ايوب عقيل. عرفتي تبارك الله على محمد. اول حاجه محمد راه كما كتعرف ايوب من الداعمين الاولين ان شاء الله تيوصل هذا السيد وتبارك الله عليه كمل وانتم خصكم تدعموه باللايك وبالسبسكرايب. والله انا تبارك الله على الناس ديال الرشيديه وان شاء الله راني جاي باقي لي واحد شهر ولا شهرين كاع انا طولت ان شاء الله نديرو شي بلوك شي ميت اب يكون واعر تما. خاصني نتا نجرب لامره ثانيه مره ثالثه وانا غادي كان وانا غادي كان اميلوري. سيدنا معنا بوبا بوبا. اهلا يا خويا لاباس عليك. الله يحفظك خويا زين. انت كلشي بخير وهذا رشيدية جات انا نقول لك فين جات تحت شويه فين شكون بلاصه كنعرف واحد الدريه كنعرفها كتقرا معايا من رشيدية شكون بلاصه من جهه جهه ماشي تحت بزاف اييه فوالا بحالنا واحد الشماعيه بحال هكا ساخن مزوقه اييه ورا تما حدا ايمن بن غادي دابا غنستاري في جوجل ماب دابا. الله يحفظك خويا الزين ياك بعدا هاني تحيي الناس دراشي ديالنا وحنا ما عرفناش مرحبا مرحبا طلعت جوجل ماب صافي فهمتي دابا عرفنا فين كاين يلا دير ديك العجيبه. الله يحفظك بوبا كاين الناس وراه جاتي سيدنا يلا دخلنا دابا للتياتر وراي دابا شنو غيديروا لنا هي طلعت غزل نقابل. السلام عليكم. الوفد المغرب مع ضيوف اللي غنيين على التعريف اللي كنشوف اليوم هاد العائله ديال الواب كلها مجموعه ناجح فكره دومينيك في العام عباد الله راه سي ترو راه اون نو بو با بريتون اكسي دي كونتوني وحنا ما تنقراوش راه بحال بغيتي تجبد الماء من بير خاوي قراو وكتبوا عاد فكروا بحاجه اخرى باسكو حتى الفيديو انا كنشوف بزاف ديال اليوتيوبر هنا حتى الفيديو راه ماشي هو تصور الفيديو هو تكتب النص اللي غتصور عرفوا حاجه واحده اخرى فيكو لا ديجيتاليزاسيون جايبه اون نوفيل ايكونومي في المغرب وهاد لا نوفيل ايكونومي شكون غيخدم فيها راه ماشي انا راه نتوما اي سي فو نيت با بري كونوا هاني ان الهنود غياخذوا لكم المارشي ديال المغرب الوغ كو تبارك الله عندنا ان دي طالون ايمونس سوف كو هادوك لي طالون غادي متابعين ابو جهل وبزاف الناس اخرين لي ماروك ويبوار راه ما تيقول ما تيعنيوش انه واحد احسن من واحد سي جوست كو واحد كان ان بو بلوز انسبيري كو لوتر يعني بقاو تحاولوا 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 واحد النهار غادي توصلوا شكرا. اليوتيوب راه شادينو شي بنات تبارك الله عليهم مؤخرا تقريبا شي عام هذا اللي وليت كنتفرج بزاف راه اي سون تري كوني لاننا ما غنقارنوش براسنا بميسار ولا بميكان ولا شي حاجه ميسار ليش عام هما كيديروا السينما دونك حنايا والله بدينا ماشي مشكل تكون عندنا الكاليتي هابطه المشكل هو تبقى هابطه ديما دونك نقراو باش نطلعوا الكاليتي دونك سيدنا شوفوا معنا تلاقينا لوريكي بخير صافي الحمد لله عليك شنو كسيدي هي طريق من الرشيدي راه ماشي ساهله ماشي هو راه حس لي راه ضربه اش عرفت رجعتنا الرشيدي نزل كيسولك ان شاء الله ملي نبدا التورناج ديال الفيديو كليب لاندي هذا الشيء حصري ما عرفت حتى واش واحد اجي الرشيدي باش نصور لك سيدنا شوف معنا تلاقينا عاوتاني مع كف كف كركع اللوز معنا عادل الشام لي فان ديالي في الرشيدية تنبغيكم بزاف الله يحفظك واحد واحد قالت هذيك هي الاولى وتحيه الناس تاع الراشدي وتحيه لخونا محمد كدير لي فلوغ ياك هذا اصلا فلوغ وتابعوا ديروا فولو دابا اللي ما دارش ابوني ديرها دابا الله يحفظك كتقبل جميع لي فورمات تقدر تخدم ام بي 4 3 جي تي اي فورمات ديال الفيديو دونك سيدنا ديشارجا لي تيليفون داك الشيء باش ما صورتكمش شحال من حاجه تلاقيت شحال من شخصيه ديال الويب اخرى ولكن ما صورتش حيت ديشارجا لي تيليفون باش خديت على واحد الدري كاميرا باش تصور المهم فاش شفنا قبيله كنا في داك الطياط عرفنا كيفاش تعسات ماروكو بورد اول مره بيس 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 خويا معك الله يحفظك يا انس عرفنا كيفاش كريات ماروكو بورد وعرفنا الناس اللي كريوها داك الشيء داز مزيان وتلاقينا بشحال من واحد اخر وجاو هنا نقاش 2.0 كيصوروا دونك دابا نمشي نوريكم واحد الشخص اللي تلاقيت به قبيله ولكن ما كنتش كندير نصوركم في الفلوغ
دونك تلاقينا بأمين فيلالي مركز كندير صور قبيله اللي شارجا لي التليفون تلاقينا تب مصطفى السوينغا المهم انا فين كيقصوا عباد الله انا كتنض الحرب العالميه دونك سير نشوف واحد السيده ميلود بس عليك ميلود كنعرفو شحال هادي ولكن اول مره كنتلاقى فيها بخير كما شفت الدراري تاعو عطاني صور شحال الكاميرا ديالو المهم تلاقينا بدراري اخرين تلاقينا بولولو تلاقينا ب شحال من دراري اخر ودابا غادي نمشيو ندخلو نكتشفو اشنو كاين لداخل واقيلا كاين امين راه غيبغي يشوف ميشا واقيلا نمشيو نشوفو واش هذاك الشيء اللي انت كديرو هذيك ليماج ديالك اللي انت كتعطيها للناس واش غادي تكون كتوالم مع هذاك الشيء اللي انت غادي تبغي تهضر عليه واخا غادي تبقى الطريقة كيفاش كتهضر عليه وكيفاش غادي تهضر عليه مواضيع بعد مرة شائكة حساسة ولا طابو واش كتعطي الرأي ديالك وعلما أنك تعطي الرأي ديالك تبارك الله أنا تناخذ راحتي يا ودي لا كنعتقد أنه أي شخص ناجح في الويب رأس المال ديالو هو هما المتابعين ديالو لأن المتابعين ديالو هما اللي كيحدوا مدى النجاح ديالو كيخص كل واحد يدير في الحاجة اللي كيحس بها والحاجة اللي هو كيرتاح فيها وما يشوفش غير حيت هذاك دار واحد الحاجه وصدقات ليه اجيت انا ندير مثلا هذيك دارت الماكياج ودارت هذا والله دارت لابوطي حتى انا غادي ندير لابوطي ولا شوميشا دارت مثلا طياب حتى انا غادي ندير الطياب ولا سوينغا دار جيت غير حتى انا غادي فهمتي كيخص ديما نديرو شي حاجه اللي تكون مختلفه انا اكثر واحد دوز العراقيل هو انا واقيلا ملي بديت جيت فهم العراقيل اللي كانوا عندنا ديال البحث في حداش المعلومه ما كايناش دونك كتقلب عليها بغيت تقلبها في المواقع الرسميه ديال البلاد ما نسى دونك كضطر انك تتلاقى مع ناس بزاف وبالتالي تخلص عليهم قهوه ما كتلقاش عندك فلوس لكن بلا ما ننسى الفضل ديال الوالده لان كون ما كانت الوالده كون ما كانش الامين ديالنا شوف بالك في خونا هذا خونا واعر واعر ديك المعنى ديال واعر بزاف عرفتي معنا فيا شي ضربه فيا الشمس ما عرفش نعرف سيبور دابا الدريري راه ظريف ويستاهل بيغاب ليك حبيبي وبيغاب الناس اللي كيشوفوك شكرا الله وفيه باش يتهلا فيكم هادشي اللي كاين تهلا في راسك دابا كنا في واحد لاطولي ديال الفوتوغرافي ما صورتش والو حيت كان التليفون كيتشارجا المهم تلاقينا مع الدراري زوينين تلاقينا مع الحارس الزهر بلاتي قبل ما تمشيو خصكم تعرفوا بان ما كملت الصوت ديال النهار علاش دابا التليفون هنا حيت كان كيديشارجا اللي بغيت تخدم نهار كامل على 20% فهمتو
كنت شارجي شويه وصور بيه شويه كيما شفتو في الفلوق شديت عند الدري الكاميرا باش تصور معانات دابا يلاه جيت في الكار جيت بالليل من الكازا غنشوفو ها الباليزه مازال تماك كنمونت لكم في الفلوق باش يتلاح اليوم بالليل ان شاء الله منعش من 6 الصباح من الكار وانا معتزل طالع على الشارع الصباح المهم ما تنساوش داكشي اللي قال لكم الدري كاملين لا سكوزال ايوب عقيل لا عادل هشام ما تنساوش اللايك 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 ضروري بغينا نوصلوه في هذا الفيديو 100 لايك في يوتيوب يلا او سبسكرايب بغينا نوصلوا 300 سبسكرايب 300 شي حاجه بزاف وما تنساوش المهم تدخلوا عندي في المبرتو فيسبوك سناب شات انستغرام تويتر السلام عليكم.